السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وبصحه جيده. مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي ندير ميني طارت بلا كريم باتيسير وبالفخوي، يعني الفخوي اللي عندي في الدار درتهم. كنتمنى البنات ينالوا الاعجاب ديالكم. المهم كيجيو على هذا الشكل. المهم نبداو على بركه الله. بالنسبه للعجين كنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، كنحتاجو بيضه قبيصه ديال الملحه، 125 غرام ديال الزبده، انا عندي زبده ديال العبار، الا متوفرش عندكم ديروا اي زبده. كنحتاج 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال زيت نباتي، كيعطينا واحد القرمشه للعجين. المهم كناخذو الدقيق، كنزيدو الزبده، كنزيدو قبيصه ديال الملحه. بالنسبه للزبده البنات، الزبده ديال العبار كتعطينا واحد المذاق زوين في العجين ديالنا. صافي البنات، كنحاولوا نرملوا الدقيق والزبده على هذا الشكل. وكنزيدو معلقه كبيره ديال الزيت النباتي، كنزيدو 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وكنخلطو مزيان على هذا الشكل. وكنزيدو بيضه، مهم بهذيك بيضه باش كنجمعو العجين ديالنا، يعني انا ما كنزيد والو، يعني غير بيضه صافي باش كتجمع لينا العجين، كنحاولو ما ندلكوهاش، يعني غير كنجمعو. صافي وكنبقاو على هذا الشكل حتى كتجمع لينا العجين ديالنا. ومن بعد ما كتجمع لينا العجين كنقسموها على، انا قسمتها على جوج. صافي وكناخذوا ليمون، كندهنهم بشويه ديال الزبده والدقيق. صافي وغادي ناخذوا شويه ديال الدقيق نديروه من التحت، وصافي وكنبداو نورقوا العجين ديالنا على هذا الشكل. ما كنخليوش العجين غليظ بزاف وما كنرقوش بزاف. المهم هذه العجينه البنات كتخرج ليا 12 ميني طارت، يعني 12 وحده كتخرج ليا. صافي وكناخذ ليمون وكندير عليهم العجين. صافي وكندير على الطريقه، يعني الطريقه سهله. صافي وكنبدا نقاد العجين في الليمون ديالنا. صافي وكنبقى على الطريقه حتى كنكمل العجين ديالنا كامل.
البنات بالنسبه للعجين اللي كتشط لينا كنعاودو نخدمو بها صافي، وكناخذو العجين وكناخذو فورشيط وكنتقبو على هذا الشكل صافي، وغندخلوه يطيب ان شاء الله. مهم بالنسبه لاكريم باتيسيير انا كنت كنصحى بالتليفون كيصور ولكن هو ما صور ليا والو. المهم كنحتاج من السيترو ديال الحليب، 3 المعالق ديال السكر سنيده، 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، و 4 المعالق كبار مع مرنج ديال بودغ ديال لاكريم باتيسيير، وكنحركوهم مزيان البنات وكنديرهم على البوطه وكنخلي لاكريم حتى كتعقد لينا عاد فاش كنطفي عليها. ومن بعد البنات ما كتعقد لينا لاكريم على هذا الشكل كنزيدو عليها واحد فلون كراميل كيعطي واحد المذاق رائع البنات لاكريم ديالنا صافي، وكنخلطو مزيان على هذا الشكل. صافي وكنبداو ناخذ لاكريم وكنديروها فوق من ليمينيطار ديالنا على هذا الشكل. بالنسبه للبنات الفواكه عندي الكيوي وعندي البنان، يعني هما اللي غادي نزوق بهم لميني طاغ ديالنا كنديرهم على هذا الشكل. المهم التزيين كيبقى على حساب كل واحد، وكذلك يعني على حساب الفواكه اللي عندكم في الدار صافي، وكنبقاو على هذا الشكل حتى كنكملوا الميني طاغ ديالنا كاملين، ومن بعد ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل البنات ديال الميني طاغ ديالنا، كيجيو البنات بنان في المذاق وكذلك الشكل حتى هو كيجي زوين. كنتمنى البنات تجربوهم، وكنشكركم بزاف البنات على الاشتراك ديالكم في القناه ديالي، ولي اول مره كتشوف القناه ديالي تابونا عندي وتفعل الجرس باش يبقى يوصل اي جديد، وشكرا لكم بزاف. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.